قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزل. إخوتي الكرام، أرجو منكم الضغط على الإعجاب بالفيديو فهذا يشجعنا على الاستمرار. شكرا لكم إخوتي. حصيلة كورونا لنهار اليوم، كميات الأمطار المتساقطة في اليوم الأخير، منع والي سابق من السفر، وهذه تفاصيل. طوارئ في المخزن المغربي وسبب رئيس تبون والجزائر، شاهدوا التفاصيل. رئيس تبون يؤكد وقوف الجزائر إلى جانب تونس في الحوار الليبي. كما نذكركم إخوتي الكرام، فقد قمنا بفتح قناة رياضية مختصة في كرة القدم، تجدون رابط القناة في الوصف والتعليق المثبت، ادعمونا بالاشتراك فيها، ربي يحفظكم. أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي أمرا قضائيا يقضي بمنع الولي الأسبق للولاية محمد بوشمة من السفر خارج التراب الوطني بعد تحقيقات حول شبهات تورطه في قضايا فساد. وحسب المعلومات التي تحوزها النهار، فإن محمد بوشمة شغل منصبي والي في الوادي وفي تيبازا، كما أن هذا الأخير متهم في قضايا فساد تم التحقيق فيها من طرف الشرطة. وكانت التحقيقات التي تم مباشرتها من قبل مصالح الشرطة قد ركزت في وقت سابق باسم استثمارات وهمية. أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين عن تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات 24 الماضية، وحسب إذاعة جيل أف أم تم تسجيل 153 إصابة جديدة لارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي بالبلاد إلى 53,225 إصابة. وارتفعت إصابات كورونا اليوم الاثنين مقارنة مع إصابات أمس الأحد، إن تم تسجيل 132 إصابة جديدة بكوفيد 19. وحسب رئيس لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا في الجزائر الدكتور جمال فرارة، تم تسجيل إصابات جديدة في 26 ولاية، بينما لم تسجل 22 ولاية أي إصابة جديدة. كما تم تسجيل 8 وفيات جديدة بسبب كورونا ليرتفع إجمالي ضحايا الفيروس إلى 1089 حالة، هذا وقد تم تسجيل 108 حالة شفاء جديدة خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 37,382 حالة، بينما يتواجد 35 مريضا داخل مصلحة العناية المركزة. كشفت مصالح الأرصاد الجوية عن كمية الأمطار المتساقطة خلال 24 ساعة الأخيرة في بعض ولايات الوطن، وأشارت ذات المصالح عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن كمية الأمطار تراوحت ما بين 20 إلى 80 ملم محليين، حيث بلغت كمية الأمطار المتساقطة ببلدية الدار البيضاء بالعاصمة 25 ملم و27 ملم بالقبة و30 ملم ببلدية بوزريعة، ووصلت كمية الأمطار المتساقطة ببلدية القالة 51 ملم وبولاية سكيكدا 52 ملم و52 ملم بولاية جيجل. وأضافت ذات المصالح أن كمية الأمطار بولاية بجاية تعد الأعلى، حيث سجلت بها 81 ملم و53 ملم ببلدية دلس ولاية بومرداس، كما سجلت 19 ملم بولاية تيزي وزو و25 ملم بمنطقة برج منايل. تسببت الحركية التي دخلتها الدبلوماسية الجزائرية في الفترة الأخيرة وعلى عدة جبهات خاصة في ليبيا ومالي والصحراء الغربية المحتلة صدمة لدى المخزن الذي أطلق ذبابه الإلكتروني في محاولة منه للتشويش على الدور الجزائري المصنف في خانة خدمة الشعوب الصديقة واستقرار المنطقة. وكانت الصدمة الأكبر في الأوساط المغربية التصريحات القوية التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون السبت الماضي خلال زيارته لمقر وزارة الدفاع الوطنية، والتي أكد من خلالها دعم الجزائر للقضايا العادلة ودفاعها عن مبدأ الشرعية الشعبية وحق الشعوب في تقرير مصيرها. وتناولت كلمة الرئيس ثلاث قضايا للدول جارة وصديقة، وهي ليبيا ومالي والصحراء الغربية المحتلة. ووضح في هذا الصدد أن الجزائر تواصل بمكانتها الاستراتيجية وثقلها الإقليمي مساعيها الدائمة لمساعدة الأشقاء في ليبيا لإيجاد حلول سياسية. وتناولت كلمة الرئيس ثلاثة قضايا لدول جارة وصديقة، وهي ليبيا ومالي والصحراء الغربية المحتلة. ووضح في هذا الصدد أن الجزائر تواصل بمكانتها الاستراتيجية وثقلها الإقليمي مساعيها الدائمة لمساعدة الأشقاء في ليبيا لإيجاد حلول سياسية سليمة لا تكون إلا بتنظيم انتخابات تفرز مؤسسات سيادية بعيدا عن التدخلات والصراعات الدولية التي ستقوم بتأزيم المنطقة أكثر فأكثر، مشيرا إلى أن نداء الجزائر الذي بدأ يسمع لدى الكبار هو الرجوع إلى الشرعية الشعبية. ومن جهة أخرى أكد تبون أن الجزائر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في الشقيقة مالي،
التي نعتبر استقرارها دعما لأمننا الاستراتيجي والقومي، ركيزته اتفاق السلم والمصالحة الوطنية المنبثق عن مصاري الجزائر، وهو الحل الأمثل والدائم لإنهاء الخلاف بين الفرقاء الماليين الأشقاء. وعند تحدثه على القضية الصحراوية، جدد رئيس الجمهورية دعوة لتطبيق قرارات مجلس الأمن بخصوص ملف الصحراء الغربية لإجلاء استفتاء تقرير المصير المؤجل منذ نحو 3 عقود، والتعجيل في تعيين مبعوث للأمين العام الأممي وتفعيل مسار المفاوضات بين طرفي النزاع. دعم الجزائر وسعيها لتحقيق السلام في دول الجار الثلاثة لم يأتي من فراغ، عكس المناكفات التي يعمل المغرب على إحداثها كل مرة، وخاصة بعد استعادة الدبلوماسية الجزائرية لبريقها بعد فترة خمول مطولة. كما أن تحرك الجزائر يندرج ضمن استراتيجية كبرى نحو الجوار الإقليمي تهدف إلى تلطيف النزاعات ودعم عمليات الاستقرار والأمن عبر مقاربات متعددة، أبرزها المساعدة الأمنية، الربط الاقتصادي والتجاري عبر المعابر البرية والمشاريع المشتركة الدبلوماسية النشطة، وعدم الغياب عن الأزمات أو المبادرات الإقليمية. فمعلوم أن الجزائر تربطها علاقات تاريخية عميقة بدولة مالي ومكوناتها منذ زمن الثورة التحرير الجزائرية، قبل أن تتعزز إثر نجاحها في توقيع اتفاق السلام سنة 1991 بين السلطة المركزية في باماكو والحركات الأزودية المتمردة بالشمال، ثم اتفاق السلم والمصالحة عام 2015، وهي تقود حاليا لجنة متابعة دولية لتنفيذ بنوده. كما أن الجرأة والعمق التاريخي للجزائر بليبيا وكون أمنها من أمن الجزائر جعلها تعمل جاهدة من سقوط نظام القذافي على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء، واحتضنت جولات حوار مطولة برعاية أممية وتواصل في ذلك بكل هدوء بعيدا عن أي مصالح ضيقة، كما يفعل الملك محمد السادس والذي يوجد في حالة تخبط كبيرة باتت واضح للعيان من خلال التخلاط الكبير الذي يقوم به وزير خارجيته بوبريطة بكل من مالي وليبيا، رغم أنه لا تربطه أي حدود مع هاتين الدولتين عكس الجزائر التي لا هدف لها مع شقيقتين مالي وليبيا سوى مصالح شعبيهما. فيما بات واضح للعيان أن مصلحة محمد السادس هي غلق الطريق أمام الجزائر لإيجاد حلول لهذه المعضلات ولو باستعمال طرق ملتوية، بما في ذلك استعمال أموال المخدرات لا شيء حسب المراقبين إلا لهدف واحد، وهو محاولة لعب دور الغريم للجزائر في دورها الإقليمي الذي يتنامى. أجرى رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد ظهر اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2020 مكالمة هاتفية مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بحسب ما أعلنت الرئاسة التونسية، وتم خلال هذه المكالمة تطرق للعلاقات الثنائية بين البلدين بوجه عام والأوضاع في ليبيا على وجه الخصوص. وقد عبر الرئيس تبون بحسب المصدر عن ترحيبه بالحوار الليبي تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة والذي سيلتئم بداية شهر نوفمبر القادم في تونس، مؤكدا على أن الجزائر تقف دائما إلى جانب بتونس. وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد على امتنانه للموقف الجزائري وعلى تقديره لمواقف الجزائر الثابتة، مشددا على أن التنسيق مع الأشقاء الجزائريين هو من ثوابت الدبلوماسية التونسية. كما تم التطرق أيضا إلى الزيارة التي سيؤديها رئيس عبد المجيد تبون إلى تونس بعد الانتهاء من وضع الدستور الجديد إثر الاستفتاء الذي سينظم في مطلع شهر نوفمبر. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.